الدورة ديال الماراثون الدولي لمدينة مراكش هي الدورة 34، هي دورة تحدي لأنه أولا جات بعد سنتين بعد الجائحة، ثم جات بعد الأشهر بعد الزلزال اللي عرفوه، هاد الكارثة اللي عرفها المغرب، وكذلك جاء 3 شهور أو شهرين ونص من بعد هاد الحوادث اللي كاينة في الشرق الأوسط. فإذن هي كنعتبروها دورة ديال التحدي، ولكن كنتمنى إن شاء الله رغم هذا الشيء كله هذه تكون مشاركة مهمة ديال العدائين اللي جايين من العالم كله. كنتظروا تقريبا واحد 13,000 ديال العدائين، يعني عاد يرجعوا الماراثون ديالنا، عاد يرجع ليه القوة القديمة اللي كانت عنده قبل الجائحة، وربما عاد يكون كاع أحسن ما كانت عليه الماراثون قبل الجائحة. فإذا دورة كذلك مهمة لأنه بتكرم هذه السنة واحد السيدة اللي انطلقت من مدينة مراكش 2020، جرت أول ماراثون حياتها، هو ديال مراكش وربحاته وحقات وحطمات الرقم القياسي، ومشات ربحات الدار البيضاء من بعد وربحات الرباط، ومن بعد جابت ميدالية برونزية في بطولة العالم، وهذا شيء مهم. هي قرضة دي اللي احنا هاد السنة هادي كلنا الشرف باش نكرموها وتشجع باش نشجعوا الأطفال اللي غادي يكونوا في السباق ديال الأطفال يوم السبت صباحا، هادي تجري معهم إن شاء الله، وغادي يكون التكريم ديالها كما فات لنا من قبل، كرمنا السي بطل الكبير البقالي لما حصل على ميدالية نحاسية بطولات العالم، فهذيك السنة جاب ميدالية ذهبية. فإذا كتعرفوا بأنه مراكش دائما هو انطلاقة الأبطال الكبار ديال المغرب والعالميين باش كيربحوا ميداليات كبيرة وباش يحققوا أوقات جيدة. فنتمنى إن شاء الله مراكش هذه الدورة تكون كذلك دورة خير بالنسبة للعدائين الكبار اللي غادي يشاركوا. المدار بيبقى هو هذاك، إن أحسن ما يمكن نديروا كمدار هو هذاك اللي كاين دابا، وجا مزيان لأنه جا في واحد الوقت اللي المدينة عرفت واحد التحسن كبير، واحد جمالية كبيرة، واحد تشوير كبير. نحن غادي نستافدوا، العدائين غادي يستافدوا من هذا الجو الجميل وهذا الزين اللي عرفته مدينة مراكش.